أنا دخلت خدمة الشبكة 2010 طول الشبكة. في قطاع الفلاحة أشرفنا على وضع حجر الأساس لمجمعين جواريين لتخزين الحبوب في بلدية حسي خليفة في منطقة الستين وبوكسي ساعة. كذلك في قطاع الفلاحة المرتبط بالطاقة أعطينا أو وضعنا حيز الخدمة الكهرباء الفلاحية بمحيط امتياز ببلدية حسي خليفة. عندنا 700 مستثمرة الأشغال جارية بها عبر الولاية فيما يخص الكهرباء الفلاحية. في قطاع الري أشرفنا على تدشين محطة رفع ببلدية حسي خليفة، وكذلك معاينة تحصيص الأشغال الجارية فيما يخص التطهير. قمنا بإعطاء شرط انطلاق لإنجاز خزان مائي مرتفع ببلدية المقرن في إطار البرنامج الذي استفدت منه الولاية.